ثواني او 9 دقائق، 9 اجزاء من الثانية. المركز الخامس، المركز الخامس وصل سراب لحمد بن راشد محمد بن صفوة المري، 9 دقائق 3 اجزاء 3 ثواني، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. متابعينا مشاهدينا الكرام، يعود المايك لأخي نايف بن سعود البلوي. شكرا مطلق بن علي العنزي، وشكرا لكافة الزملاء اخواني المعلقين. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها الحفل الكريم، متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. حيث نبدأ في هذه اللحظات مع انطلاقة أشواط الانتاج والمنتجين ورموز الانتاج، حيث ينطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه، ويحمل في طياته شعارات وأسماء قوية لامعة لها ثقلها في كافة الميادين. نبدأ مع المقدمة، نبدأ مع الصدارة. من يتقدم مع المقدمة؟ مع الكوس، الكوس مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري يقدم لنا الكوس على المركز الأول، بينما المركز الثاني القدوم والوصول من الهايلة، الهايلة مع المركز الثاني سلطان بن سعيد بن حارب العميمي يقدم لنا الهايلة على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث، من يخطف العيون، من يخطف العيون، يقدم لنا العين، العين القادمة مع المركز الثالث مع شبل العين وسالم بن أحمد بن دري الفلاحي يقدم لنا العين. المركز الرابع صدى وصدى مع المركز الرابع، وحمد بن عبد الله بن فارس الدرعي يقدم لنا صدى على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، هقاوي هي القادمة، يقدم لنا هقاوي المحنك سعيد بن راشد بن غدير يقدم لنا هقاوي ايضا القادمة الواصلة المنضمة مع الصعب محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يقدم لنا هملولة القادمة بكل قوة المنضمة لدائرة المنافسة، حيث الرمز المنتظر يهل الاجداع يهل الابداع يا اهل الامتاع. العودة الى طيارة اليبهوني، الى طيارة اليبهوني يقدم لنا الكوس، الكوس يا مبارك يا بن سهيل يا اليبهوني الظاهري يقدم لنا شعار المركز الثاني. العين، العين حطت عينها على الرمز، حطت عينها على الرمز، سالم بن دري الفلاحي يقدم لنا العين، العين المسيطرة، العين المنطلقة، يا عيني على العين، يا عيني على الزين، العين مسيطرة ويقدمها سالم بن أحمد بن دري الفلاحي في مهرجان جائزة زايد الكبرى، أكبر المهرجانات وأقواها، أكبر الاحتفالات. يا لها من ذكريات، يا لها من ذكريات، الماضي لك مع الشبلة والحاضر لك عندما انتزع السيف مع مبشرة، والآن يقدم العين، يقدم العين على خطى زايد. من ليس له ماضي لا حاضر ولا مستقبل له. المركز الثاني طيارة اليبهوني مع المركز الثاني يقدم لنا الكوس، منطلق مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري. المركز الثالث الصعب، الصعب الذي يقدم العجب، محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، يا له من شعار كبير، يا له من شعار قدير، له انجازاته، له تاريخ
تاريخه في المحافل الكبرى يتقدم بوسلطان يبحث عن رمز الانتاج. المركز الرابع هجني مرغم القادمة بن غدير يقدم لنا شعار مع المحنك سعيد بن راشد بن غدير. المركز الخامس العملاق العيناوي يقترب مظفر بن محمد بن خموجة العامري. بن غدير يتقدم للمرة الثانية مع معيار 1200 الرمز ما بين الثنتين إن لم يكن لابن غدير راي آخر. بن خموجة قادم بن دري والصحب ومرغم قادمة العين يا عيني على العين. يتقدم بن دري الصحب بن مرخان معيار بن غدير السلام إلى مرغم إما للصحب بن مرخان ولا بن غدير. بن مرخان الصحب محمد الاسم الصحب الفعل الصحب العجب مع الصحب محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي في كل مكان في كل زمان. الى مرغم السلام الى مقر ابو سلطان محمد بن سلطان الصحب الاكتبي. لا شيء يصعب عليه غاب الصحب وجاكم الصحب في غياب الصحب وفي حضور أصحاب. إنه الصحب محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي والصعب الصغير عبيد بن محمد بن مرخان وسعيد بن سلطان بن مرخان. يا للعجب جيناتك كلها ذهب وسلطان. الصعب محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. والسلام بالأول إلى الوالد سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي وإلى أبناء مرغم كافة. المركز الثاني ايضا هجنوا مرغم حضرت مع معيار سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي. المركز الثالث كان الوصول مع هقاوي ايضا المحنك سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي. المركز الرابع كان الوصول مع مخيفة لمظفر بن محمد بن خموش العامري. والمركز الخامس العين لسالم بن احمد بن دري الفلاحي. هكذا متابعينا في كل مكان هملولة خاطبة لرمز الانتاج الى الصعب محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي.